الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، عباد الله، إن من أجل الخصال التي دعا إليها الإسلام الأخلاق الكريمة، وامتدح الله نبيه عليه الصلاة والسلام بنيله لأعلى مراتب الأخلاق، قال تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ويبلغ العبد بحسن خلقه درجة الصائم القائم، قال عليه الصلاة والسلام: وإن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ووصفت السيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. قال تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وخديجة الكبرى رضي الله عنها وصفت نبينا صلى الله عليه وسلم وصفا، لما جاءها فزع لما نزل عليه الوحي، قال: زملوني زملوني، دثروني دثروني. فلما دخل عليها قالت له في ثبات عجيب وقوة وسداد في الرأي، قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتعين على نوائب الحق وتقري الضيف وتصدق الحديث. ولذلك أحبتي الكرام، كان من خلق الإنسان أن يميزه الله تعالى بهذا الخلق العظيم. ولما أمرت الشريعة بمكارم الأخلاق حذرت من سيء الأخلاق والشمائل والطباع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وإن من أسوأ أنواع الأخلاق ما حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد لنا معه وقفات، وهو ما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم،
لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره ولا يسلمه. في رواية قال التقوى هاهنا، يشير إلى صدره ثلاثا. التقوى هاهنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الحديث من أجل الأحاديث، نقله النووي عليه رحمة الله ضمن 40 حديثا من الأحاديث المختارة، هي تمثل قواعد الإسلام وأساسيات الشريعة. ولذلك عباد الله، في هذا الحديث قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا، لأن الأخلاق دي تضر بأخوة المسلم بالمسلم، وأولها وأسوأها الحسد. الحسد من قبحه أنه من خلق اليهود. قال الله تبارك وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. الحسد من طباع اليهود. قال تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. سبحان الله، لاحظ في آخر الآية ربنا ذكر لك أمثلة من الأشياء التي يحسد عليها الإنسان. قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب. لذلك العلماء قالوا أكثر ما يحسد عليه الإنسان الدين. أصل الناس بتخيلوا إنه الحسد فقط في الدنيا، عندك أموال، عندك شركات، عندك مؤسسات، عندك ذكاء، فهم، تعليم، كده بيعتبروا إنه الحسد في دي بس. لا، أشد ما يحسد عليه الإنسان الدين. عشان كده ربنا قال: فقد آتينا آل إبراهيم الكتابة والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الحسد من سوءه اعتراض على حكم الله وعلى تقدير الله. ربنا بدي ده ويمنع ذاك، يقبض ويبسط ويعطي ويمنع. انت لما تحسد انسان كانك بتعترض على تقدير المولى جل وعلا على الزول المعين. الحسد خطير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا اقول يحلق الشعر، إنما يحلق الدين. وكثير من البلايا التي تشهدها الأمة اليوم في يقيني سببها الحسد. يحسد إنسان على نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، والحاسد يعمل من العمل ما يفسد على الإنسان نعمته. سبحان الله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتابة والحكمة. آل إبراهيم عليه السلام ربنا أنعم عليهم بالنبوة. ربنا قال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. حسدا من عند أنفسهم. يا أخواننا، الحسد ممكن يوصل الزول إلى الخروج من الملة والكفر بالله جل وعلا. أول ذنب وقع في الكون هو ذنب إبليس لما رفض السجود لآدم. رفض ليه؟ ربنا قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى.
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم إلا إبليس لم يكن من الساجدين. إلا إبليس أبى أن يكون من الساجدين. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ليه أبى؟ قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. إبليس ما سجد له، حسد منه لآدم عليه السلام. ربنا ميز آدم، ربنا كرمه، أسجد له الملائكة، خلقه بيده وجعله مع الملائكة. إبليس حسد آدم عليه السلام، فكان بسبب حسده أنه في النار. ربنا سبحانه وتعالى قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. قال تبارك وتعالى إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. السبب شنو؟ حسد آدم على نعمة الله جل وعلا. بل من المشركين الذين عبدوا الأوثان وعبدوا الأنداد وحاربوا رسول الله وشردوه من بلده وطردوه من بلده عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي. هو هؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سببهم الحسد غالبهم. جاء في تفسير ابن كثير أن أبا جهل لما سئل عن سبب عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما نقل ابن أبي حاتم ونقل ابن إسحاق عن الزهري في تفسير قوله تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نقل ابن كثير الأثر إنه أبو جهل عمرو ابن هشام أبو الحكم المعروف فرعون الأمة ومعه أبو سفيان ابن حرب أبو حنظلة كان آنذاك مشركا ومعهم الأخنس ابن شريق. الثلاثة ديل كانوا يتعاهدون بالليل ليسمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. جو اتفاقا كده ما متفقين هم، لكن وقع لهم اتفاقا جو سمعوا القرآن بالليل ويسمعوا في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما انقضى القرآن انطلقوا فجمعت بينهم الطريق، اتلموا في شارع واحد، اتلموا كلهم مع بعض. أي واحد منهم سأل الثاني ما جاء بك؟ أي واحد كلمه فاتفقوا أن لا يعودوا. قالوا ثاني ما بنجي راجعين عشان ما شباب قريش يسمعوا بهذا فيغتروا بمحمد. قالوا ثاني ما تجوا، وطبعا كذابين الثلاثة كويس. فعادوا اليوم البعدي، وطبعا أي واحد منهم يتخيل الثاني الاثنين ما بيجوا، جوا راجعين الثلاثة فاستمعوا إلى القرآن ثم انطلقوا فجمع بينهم الطريق. أي واحد منهم حذر الثاني، ثاني ما تجوا. من اليوم الثالث اجتمعوا الثلاثة، ثاني جو كلهم. قال لما أصبح الصباح قال الأخنس بن شريك فحملت عصايا وذهبت إلى أبي سفيان قلت يا أبا حنظلة ماذا تقول فيما يقول محمد القرآن البقرأ محمد ده؟ أنت كلامك فيه شنو؟ دلتي تسمعوا بتستمتعوا بالقرآن ولا الحاصل شنو كده ورونا. قال أعرف منه أشياء وأشياء لا أعرفها. قال فانطلقت إلى أبي سفيان إلى أبي الحكم عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل. قال فقلت ما تقول فيما يقول محمد أكاذب هو في رواية؟ قال ويحك
والله ما كذب محمد قط. يا ناس ده أبو جهل عارف إنه النبي صلى الله عليه وسلم ما كذب، دينه جبه وحق، لكن أبو جهل كان بيتوقع إنه النبي اللي بشر به حيجي من بني مخزوم من قبيلته، هو بطن من بطون قريش كويس، فقال ولكن تنافسنا نحن وبنو هاشم الشرف فأطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا كنا كفرسي رهان وتجاتينا على الركب، يعني ماشيين كده في المنافسة في الشرف في الدنيا. قالوا يعني بنو هاشم قالوا منا نبي وليس منكم نبي، وقال نلقى لهم نبي وين نحن دي ما بنلقاه، قال والله لا نتبعه أبدا كده بس. يعلم إنه ما كذب، يعلم إنه على الحق، لكن حسدا في نفسه أبى أن يسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، عشان كده ربنا نزل الآيات وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، استخفافا منهم بالنبي صلى الله عليه وسلم قبحهم الله، قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ربنا قال هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. يا اخواننا ببساطة شديدة، شوف انت لو ما رضيت بحكم الله في العباد ديل، ده غني وده فقير، ده يسكن في بيت وانت بيت ما عندك، ده يركب سيارة وانت تركب المواصلات، لو ما رضيت بحكم الله سيمتلئ قلبك بالحسد ويمزق أحشاءك الحسد ولن تغير شيئا، ما حتغير حاجة، أحسد ساي زي ما داير ما بتغير أي شيء، والله صح. لذلك الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله يعلق قال تجد الحاسد دائما مهموما مغموما، ليه؟ قال لأن نعم الله على العباد تترى، النعم كثيرة على العباد، يشوف ده راكب سيارة وذاك ما شاء الله بارع وشاطر وهذا ذكي في مهنته وهذا تقدم وهذا عمل، نعم الله على العباد كثيرة، والحاسد يتقلب في النيران ولا مخرج له ولا مناص، عشان كده تلقاه مهموم مغموم، كل ما شاف لزول كره النعمة اللي هو عليها، كل ما شاف لزول تمنى لو أن تزول نعمة الرجل وتأتي إليه، وهكذا عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا. الحسد مرض عجيب، كثير من الناس اليوم كثير منهم، عشان كده الشيخ ابن عثيمين يقول والحسد يكون في المتفقين في المهنة الواحدة، فلا تجد نجارا يحسد معلما. يا أخي الحسد بيكون في الناس المتفقين في مهنة، تاجر بيحسد تاجر زيه، نجار بتلقى بعين للنجارين بس، يحسد نجار زيه، الزبائن كلهم بيجوا وبيشتغلوا عنده كده بيحسد النجار ده، وهكذا يكون في أصحاب المهن. قال فلا تجد نجارا يحسد معلما ولا فقيها. ولذلك عباد الله الداء خطير ويمزق الدين، عشان كده بتلقى كثير من الحساد يحرص على أن يكذب ويشوه صورة من يحسد. يا أخي في الأعمال البسيطة، لو زول بيبيع له طعمية في السوق والجنب ده شايف الناس كلهم بيشتروا من ده ما بيشتروا منه، يحسدوا فيها، بعد شوية يقعد يطلع في إشاعات يقول لهم ده بيستخدم زيت مكرر، ها طعميته دي انتوا ما عارفين انه بسواها بشنو، يعني زول انت بتكذب ليه؟ كله من الحسد، ده طعميته لا كعبه ولا شيء كويسه ما فيها مشكله، لكن حسدا من عند نفسه. زول يشوف زول ما شاء الله مسكنه طيب وداره جميل يقول لك شايف دين الحراميه شايفهم،
يا اخي حرامي كيف يا اخي؟ يا اخي ده ما حرامي، ده الله اداه. انت بتقول الله اداه يا اخي، بقولك شايف الحراميه؟ شان الله اداه وانت الله ما اداك ولا شو؟ مرض عجيب، مرض خطير. ولذلك الان معظم الفتن التي تقع بين المسلمين سببها هذا المرض. دول يتقدم عليه ودار ينتهي منه. ومن علامات مرض الحسد، من علاماته أن من تحسد إذا أصيب بنقمة تفرح. يعني زول تاجر وأصيب بجائحة في ماله وانت بتحسده، أول ما أقول لك فلان داك والله تخيل الدكان بتاعه اتحرق يا أخي، انت بقلبك تقول يا سلام يا أخي، ما الحمد لله يا أخي، ليه ده حسد منك. ومن علامات طيب النفس وعدم الحسد أنك تتألم إذا أصيب أخوك المسلم بمصيبة، تتألم له وتتأثر. يا سلام يا أخي، إن شاء الله ربنا يرفع عنه الأذى ويرفع عنه البلاء، وهكذا. ولذلك عباد الله يحرص الإنسان على نقاء قلبه من الحسد. والحسد كما قال شيخ الإسلام أن تكره نعمة الله على العبد المعين أو أن تتمنى زوالها، وهذه درجة أرفع وأسوأ في الحسد. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، وبعد. عباد الله، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذا الخلق، ودعا المسلمين إلى التصافي والتوادد والتحاب فيما بينهم. قال عبد الله بن سلام: كان أول ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فإن تخلص قلبك ونقي نفسك من هذه الأمراض لكي ترتفع عند الله تبارك وتعالى. وكثير من الناس يظن أن الدين أن تتعلم العقيدة فقط، وأن تتعلم شيئا من السنة فقط. الدين يا أخواننا يحمل ويؤخذ كاملا. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. كما أننا ندين بعقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وندين بمنهجه الكريم الرفيع المستقيم، كذلك نحن ندين بأخلاقه عليه الصلاة والسلام. وإن كان العقيدة مقدمة على الخلق، العقيدة مقدمة وتعلم أول والاهتمام بها أوجب، ومن ليست له عقيدة لا أخلاق له. عشان ما تتخيل إنه زول ممكن يكون على عقيدة خربانة، مشرك يعبد غير الله ويلجأ إلى غير الله ويتوسل بالمقبورين ويستعين بغير الله جل وعلا، ما تتخيل انه لو عنده اخلاق معناه زول كويس. لا، ده ما كويس، ده لو عنده اخلاق ما كويس، لان الاخلاق تبع للعقيده. الشيخ عبد الرحمن الوكيل عليه رحمه الله قال مقوله جميله، قال: ليس الفيصل بين دين ودين الدعوه الى مكارم الاخلاق، انما الفيصل الدعوه الى العقيده التي تنبثق منها تلك الأخلاق. فالإنسان إذا تعلم عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم تعلم أخلاقه وتعلم تعامله الجميل الراقي، وبذلك يسلم الإنسان مما يفسد عليه دينه. قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا. الحديث فيه ألفاظ كثيرة جدا ما بنقدر نستوعبها في الخطبة، لكن أهمها: لا تناجشوا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النجش، وهو المزايدة في سعر السلعة للإضرار إما بالبائع أو المشتري. أنت تكون ما قدرت تشتري
تجد كيف ذول بيبيع بكده في مزاد علني او كده، تزيد في سعر السلعه، انت ما قدرت تشتري، اما دار تضر واحد منهم اما البائع او المشتري، وهذا بيع محرم. ولا تدابروا، والمدابره اما مدابره الاجساد او مدابره القلوب. مدابره الاجساد ان تولي الانسان اللي بيتكلم معاك وبيخاطبك، تولي وجهك ما تعاين فيه، تلقاه بيتكلم معاك انت مقبل منه كويس يا اخوانا، ده خلق سيء. ولا زول بتتكلم معاه تلقاه بطبس في الموبايل، بيهبش في موبايله، ما ادري عاين فيك. ربنا قال ولا تصعر خدك للناس. يا اخي انتوا عارفين المشكله وين؟ المشكله في القلب جوا. يومك اللي انت بتزدري الناس انت رافع نفسك فوق لهم، انت رافع نفسك فوق لهم ليه؟ انت شنو يا اخي؟ انت ابن انثى مهما فعلت يا اخي، انت ابن انثى تدخل الحمام وتقضي حاجتك وتموت وتصير تراب، شنو بتترفع على الناس؟ واحد تلقاه بعين فيك تكلم معاه قبل منك كده، كله بس عشان عنده منصب ولا عشان عنده مال ولا عشان عنده علم. يا اخي ما تترفع. ربنا قال ولا تصعر خدك للناس. تصعر، الصعر ده يصيب الإبل، فإذا أصابها لوت أعناقها، يعني الإبل بتلقى رقبتها ملوية كده من داء الصعر. ربنا قال ولا تصعر خدك للناس، زول بيتكلم معك عاين فيه يا أخي احترمه. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، تتجدل كده بمزاج كأنه أنت خالق لك حاجة، أنت ما خلقت أي شيء، أنت مخلوق ضعيف. ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. أخلاق بكل سيئة يا أخوانا الإنسان يحاربها في نفسه. قال ولا تدابروا، يعني زول بيتكلم معك أقبل عليه بوجهك. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم معه أحد أقبل عليه بوجهه بعين فيك كده احترام يا أخ، وده رسول الأمة، ولو في تكبر بجوز كان يتكبر هو، أفضل زول خلقه الله، أكمل الناس خلقا وخلقا وخلقة وديانة وأي شيء، ما بتكبر بعين فيك بوشه كده، ده تتكلم انت يسكت لحد ما يسمع كلامك. اخلاق عالية جدا يا اخوانا، دي اخلاق نحن نفتقدها عند كثير من الناس، والله صحيح كويس. قال ولا تدابروا، والمدابرة ايضا معناها بالقلوب، ان تتخذ راي وذاك راي ثاني، وهذا يوجد عند الاحزاب والطوائف الدينية، اي طائفة عقيدتها براء واي طائفة منهج براو ودين براو واذكار براء، ده ماشي كده وده ماشي كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تدابروا، دي المدابره ذاتها، ده دينه براو وده دينه براو، الطرق ده اي واحده عقيدتها براو، ده الشيخ بهنا وده الشيخ بهنا، وده العقيدتهم في فلان، وده ذكرهم براو، وده اللي بيرقصوا، وده اللي بيدقوا في نوبه، وده اللي لابسين خضر، وده اللي لابسين احمر، يا ناس في شنو؟ ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا، اخوانا دي انت بتحققها انك تترك الاشياء دي، ما تتكبر، ما تتعالى، ما تحسد، لا تصعر خدك الناس كده، انت تحقق وكونوا عباد الله اخوانا. هذا الحديث يحتاج الى تامل احبتي الكرام. الزول يمشي راجعه صحيح مسلم، جابوا النووي في 40 نوويه يتعلم منه الاخلاق واداب النبي صلى الله عليه وسلم. يا اخي كثير من الناس امنوا بهذا الدين ودخلوا فيه لحسن اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام، اخلاق عجيبه. اجى اعرابي من الباديه، الاعراب دول بيسكنوا الباديه، اخلاقهم فظه جدا، يجي داخل على النبي صلى الله عليه وسلم يمسكوا من تلابيبه، يمسكوا كده تخيل معي، يمسكوا من تلابيبه يقول له اعطني، لا من مالك ولا من مال ابيك عليك الله. يا اخوانا ده لو عمل علينا زول بيمسكك كده يقول لك اديني، وده رسول الامه والصحابه حوله. النبي صلى الله عليه وسلم قال له في غنم، قال له بين جبلين أم شيلين كلين، الزول ده مشي شال الغنم بين جبل، شال انشت ما خلى ورا واحده كلين شالين، ومشى لقومه طوالي قال لهم جئتكم من عند رجل ينفق انفاق من لا يخشى الفقر، قولوا لا اله الا الله تفلح. كلهم اسلموا معه، تعامل راقي يا اخواننا. صرامتنا في العقيده وقوتنا في عقيدتنا وعدم مجاملتنا ده ما معناه نسيء اخلاقنا مع الناس. يا اخي العقيده دي ما تجامل فيها، الزول مشرك قول له مشرك، فهمت؟ عقيدته خربانه خربانه، دعاء غير الله ما بجوز ما بجوز، ما تمشي القبه ما تمشي القبه، اي
العقيدة ما فيها مجاملة، لكن نحن الأخلاق يا أخوانا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي بالشدة. تبدأ بشد برفق وبكلام طيب وبعبارة حسنة، كده نكون جمعنا بين عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أخلاقه الحسنة الراقية، وهو معلم الأمة وأستاذ البشرية جميعا. ما خلق الله بشرا ولا اعترف الناس ببشر أحسن خلقا وأكمل دينا من النبي عليه الصلاة والسلام. أطلت أنا في الحديث ولكن الموضوع مهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا علما نافعا وأن يرزقنا خلقا رفيعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تفرغنا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور. كلنا في جميع الأمور. اللهم اخرجنا من الظلمات إلى النور، وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على نبينا محمد.